مساء الخير واهلا وسهلا فيكم مشاهدينا كل اللي بيحضرونا بتابعونا دائما عبر شاشه عمان تي في من مطبخ بهار ونار اكيد اليوم رح يكون معنا وصفات بتجنن ما رح اغش انتم اخذتوا لمحه صغيره كل هاي التفاصيل رح تحكي اياها الشيف امتياز بس قبل بدي اذكركم انه كلكم اللي عم تحضرونا عبر الشاشه تفوتوا على صفحتنا على الفيسبوك عمان, عمان تي في كيتشن وعمان تي في تحضرونا عبر اللايف عشان اذا عندكم اسئله استفسارات اي شيء بالتعليق بتكتبوا لنا اياه واحنا بنجاوب عليكم اول باول حلقه اليوم مهمه جدا 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 حكت لي الشيف مهم رح تنبسطوا عليه بس كل التفاصيل هاي رح اتركها معها بس تخلص شوي لانها مشغوله. عم ببعث لمصطفى. اه انه اه لانه بس ينحرق دمي ايش على طول لمصطفى ليش؟ آه. مصطفى بوجه له تحيه. لانه كتبت بالكابشن خروف العيد والفكره اليوم مش خروف العيد. اوكي الفكره الحق عمروه كمان، اليوم الفكره انه انا عامله معمول ابتكار يعني ما بحياتي لقيت نتيجه ورائعه لقيت لقيت وصفه زي اليوم رح اعمل لهم اياها رح نعمل أوكي. معمول السميد ولكن بربع ساعه فقط اوكي تخيلي انا هذا اللي قلت لي اياه وكثير كنت لك فوق وبعدين نزلت دارين تدوق وهلا بدوقك لا بليز ذوقي وحده على الهواء اه هلا بندوق عشان انه انه كيف يعني معمول سميد بربع ساعه قلت لك قد السميد موضوعي بالنسبه لنا بنحس انه موضوع ما تاخد من فوق من تحت فما ما يخرب آه أيوه المنظر ما يخرب المنظر اوكي أيوه. <applause> 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 هذا معمول السميد اليوم افكار الحلقه احنا حكينا انه هذا الاسبوع كلياته رح نركز فيه على عيد الاضحى سواء لحمه وسواء معمولات وكيكات قد طري برافو ايش هاد ايه طري 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 وابدا ما بيفرق عن المعمول العادي تخيلي بربع بربع ساعه مم ما بسيته ما ريحته رح اعطيكم فكره بتجنن تعملوه بالبيت بطريقه كتير سهله وكثير بسيطه فهي الوصفه ان شاء الله بتلف العالم وما حدا عاملها قبل يعني عشان تريحوا حالكم صراحة إبداع. معمول مش مفسوس يعني بالسميد طلعوا كيف عشان بحب اورجيهم دائما نتيجة انا كنت قلقانة شوي عملتها مرتين ثلاثة بالبيت عدلت عليها غيرت عليها لطلعت معي نتيجة ممتازة قلت بعملها يوم يعني بالله تشوفوا خليني بس انا هيك بحب المعمول طلعوا صراحة إبداعتي قد ايه طري قد ايه هذا هيك وله ساعة تحت الاي سي كمان اه ايه اه بس انا بحبش المعمول يتعرض يعني. للهواء لا بس يعني قصدي مع لأ... كل هاي الظروف لساته طري ولسه نكته بتجنن يعني بالعادة ما بيتحمل المعمول لانه هاي لا أجوة. ابدا بس لا قولي نص ساعه زمن ساعه زمن ما بتفرق فهذا المعمول رح يكون وصفه ابتكاريه بتجنن رح تعملوها كلياتكم رح تستغنوا ما بدي اقول نستغنى عن الوصفه التقليديه لانه رح احكي لكم ايش الفرق بيناتهم اوكي هذا كثير طري تكلي خلال اربع خمس ست ايام اوكي وصفه المعمول الاصلي اللي انا حضرت لكم اياها قبل باكثر من طريقه هذيك بتدوم عندك شهر كل ما كل مفروض يكون اطرى هذا الفرق بيناتهم وصفه خرافيه رح تدعوني من صمامين قلبكم عليها الوصفه الثانيه رح نحضرها نعمل رح نعمل معمول طحين بطريقه كثير سهله وكثير بسيطه ورح يطلع معكم بشهي وبجنن واخر شيء رح نعمل كوكيز للعيد عشان الاطفال اللي بيحبوا هيك أنتوا وياهم تشكلوهم وتظبطوهم هذا مثلا كعك لطحين هو هذا هو خروف العيد اللي كانوا بيحكوا آه عنه هذا آه. وخروف العيد بتقدري تمسكي لهم يا هاي خروف العيد شوفي ما أحلى مينا. صح هذا الخروف انا عامله اكثر من شكل الصراحه آه. في خروف وفي غنمه صح؟ اه اه هن كثير خروفين غنمي. بس واحد واقف واحد قاعد <applause> 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 هذا الخروف وهذا الغنمه هاي وين هيك؟ ايوه هي هم. لا انا حاسه انه هاي غنمه وهذا خروف مش عارفه <applause> لا قلت لك واحد واقف وواحد قاعد صراحه ف... كثير حلوين اول شيء كمان بدي اقول لهم انه عشان ذو الحجه ان شاء الله كلاتكم تقدروا تصوموهم تقدروا تعملوا فيهم خير وصدقه ومحبه تسامحوا الرحمه كثير حلوه بهدول العشر أي... تسأ ايام تسعة ايام هن على فكره العاشر هو العيد ف يعني ان شاء الله يديم عليكم المحبه والسعاده وراحه البال ولكن بلشوهم باشياء حلوه صح. وبخير خير ضروري بالمئة. جدا الخير بهدول التسعة ايام دائما دائما وابدا بكل ايام حياتنا لازم نكون دائما نعمل عمل الخير حتى ولو بكلمه حتى ولو بشيء صغير صح صح لانه يعني للاسف العالم مليان يعني فيه كتير شرور يعني ما فينا ننكر هذا الشيء وما فينا نلغيه من حياتنا موجود وين نروح فكل ما احنا نكون الخير طالع من عنا احنا من جواتنا احنا بتصرفاتنا احنا بنحاول نخلي العالم هيك افضل صح, صح. هو ايام هي تسع ايام فضيله يعني بدنا نحاول نستثمرهم قد ما بنقدر ونعمل معمول اكيد 100% واللي ما عندهم وقت وفكروا انه خلص راح عليهم الوقت فيش وقت يعملوا معمول ويجيبوا اغراض المعمول جبنا لكم الحل لا 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 بيوم واحد بكونوا مخلصينه مش بيوم واحد لا هي كلمه يوم واحد كثير كثيرة احنا بربع ساعه رح نعمل هذا المعمول وصفه عن جد خرافيه رح تحبوها وانا مستحيل اطلع لكم بوصفه ما جربتها ما تاكدت انه هالقد ممتازه صح رح تعجبكم النتيجه بس اللي قلت لكم الفرق بينها وبين معمول السميد التقليدي اللي بحضر لكم اياه دائما اللي ناس بعثوا لي بس نزلت امبارح صوره بسيطه قلت لهم اليوم رح ننزل لكم الوصفه انه فكروه معمول السميد التقليدي آه. الفرق بيناتهم انه هديك كل ما ضل كل ما صار صح وبيضلوا طري ما بنشف ابدا هاي لانه مش مبسوس ممكن بتحتاج خمس ست ايام ضلك تاكليها طري فبتعمل الكميه على قد ايام العيد على ايام العيد براس احنا هذاك بنعمله كنا لشهر شهر كامل وضلق. شهر كامل معمل. ناكل معمول هيك كمان بنختصر على حالنا عشان اذا نعمل دايت نخلصهم بالعيد وبعدين بنوقف خلص ولا معمول ولا غيره بيني وبينك احنا بناكل معمول انا بحب المعمول كثير انا كثير بحب المعمول طبعا طيب يلا ايش اليوم موضوعنا ستي؟ والله اليوم موضوعنا هلأ انا كان كنت عم بفكر شو بدنا نحكي موضوع فكري بما انه انا بعرفش أيوة. انتي ايوة انا أيوة. <تصفيق> <تصفيق> وانتي شوي تعبانة هاي الفترة كان فيها كتير اشياء الواحد يعملها وشغل وضغوطات وهيك وكمان بتخيل انت كمان بما انه جاي عيد وعندك شغل وعندك طبايخ وكثير ولاد صغار وكلنا هيك كمان امهات فمرات الواحد بيصحى من النوم بحس انه طاقته شوي نازله آه. مش قادر يكم يعني مش قادر اليوم يطلع يتنشط يعمل شغله على زي ما هو متعود آه. فشوفوا عندكم حلول أنتوا اللي عم تحضرونا لما الواحد يقوم من النوم حاسس انه طاقته نازله انه تعبان شو بتدوا حلسه <applause> راح أه بعرف شو اعمل فيكي بقولها لها صبح طاقتي نازله يا لان انا مش طاقتي نازله انا مريضه اكثر اه تعب هو تعب يعني تعب شديد جدا بعرفش ليه بس كل اللي بتقعدي معهم هاي الفتره بتحسيهم متضايقين بالضبط عشان هيك انا حبيت احكي بالموضوع كل حدا عم يعني بهاي الفتره عم بكون شوي طاقته نازله من تعب جسدي او تعب نفسي يعني صح. فمش ضروري يكون في اشي اساسي بس خلص في تعب صح صح ممكن هو الحال العام 100% الحال العام فشوفي عندكم حلول بتحسوا انها بتساعدكم او زبطت معاكم انه انتم تصحوا وترجعوا لنشاطكم الطبيعي وتقدروا تعملوا اموركم اليوميه طيب دينا هلا اليوم م. احنا نركز شوي على حلقتنا لانه انا بعرف المعمول هلا مروى بداني بتقول لي انه كمان مشاهدات كثير عاليه فبنركز كثير على فكره المعمول انا اليوم مستعده اجاوبكم على اسئلتكم للمعمول التقليدي اللي وصفتي اوريدي بتلاقوها على اليوتيوب وبتحدى فيها مين ما كان يكون يعملها مثلي، مم. لانه كل اللي جربوها بدون استثناء الحمد لله ما وصلني مسج واحد بقول لي انا ما ضبطت انا وصفه المعمول تبعتك التقليديه، لانه اعطتكم اياها بكل تفاصيلها ما خبيت ولا سر صغير. حلو، اما وصفتي لليوم كمان بتحدى فيها العالم انه هي وصفه رح تعتمدوها كلياتكم، رح تعملوها كلياتكم، لانها ناجحه مليون بالميه ورح تعطيكم نتيجه ممتازه وبتعمليها ليله العيد، يوم العيد الصبح وقت ما بدك، ناخذ مقاديرها تشوفوا قد ايه طريقه تحضيرها كثير سهله يعني. لا معمول سميد ب 15 دقيقة رح نحتاج أربع أكواب سميد من الفرخة، كوب طحين، نص كوب سكر بودرة، كوب ونص سمنة بنكهة الزبدة بدرجة حرارة المطبخ، معلقة صغيرة بهارات الكعك، نص معلقة صغيرة محلب، رشة مستكة، ثلاث معالق كبيرة ماء زهر من أبو خلدون كباتيلو، كوب ونص حليب سائل ورشة خميرة. أما لحشوة التمر فرح نحتاج كيلو عجوة، معلقة كبيرة هيل مطحون، رشة جوز الطيب وثلاث معالق كبيرة زبدة. لحشوة المكسرات رح نحتاج 250 جرام فستق حلبي أو جوز معلقتين كبار ماء زهر من أبو خلدون كاباتيلو قطر من جو سويت وجميع البهارات الكعك من أبو خلدون كبتيلو بعد ما اخذنا وصفه الكعك اللي بربع ساعه او المعمول اللي بربع ساعه رح نشوفه عملتي انت كمان بحشوتين حشوه العجوه والمكسرات والمكسرات هن بدهم اللي بدهم اياه فيه بس انا دائما بركز على انه العجينه اذا العجينه كانت ممتازه شو ما دخلتي فيها حشوه حشو بتكون كويسه صح بس صدقا صدقا اليوم بالذات هاي الوصفه يعني بتعرف لما الواحد يكون فخور بحاله مم. انا اليوم عن جد فخوره بحالي اني قدرت اعمل وصفه كتير سريعه ما راح تاخذ معك وقت ولا جهد راح تعطيكي نتيجه ممتازه الناس اللي عم ينضموا لي مره ثانيه يعني اورجيكم عشان تعرفوا لما احكي معمول بربع ساعه هلا رح تشوفوا انتم رح اخبز قدامكم وتشوفوا قد ايه راح تكون نتيجتها نتيجة رهيبه صح. هذا معمول بسيته تركته فقط عشر دقائق بعدين عملته النتيجه هذا هو إيه. هاي هي شوفوا كيف لا صراحة أنا بتجربة يعني بعد ما أنا دقته النكهة والطراوة اللي فيه إن شاء الله لحمة يا علي بالعين <applause> اتمنى لا صراحه انا كمان فخوره فيكي وحابه كثير هلا رح نشوف الوصفه مع بعض كلياتنا وانا متاكده انه عدد كبير من اللي عم بيحضرونا رح يعملوها ورح يجربوها لانه احنا مشكلتنا يدعوه. مع الوقت خصوصا بتحضيرات العيد لانه الصبايا كثير بتغ... بتعقدوا بالموضوع المعمول انه بيحتاج وقت كثير طويل رح اخذ الصحن هذا كمان بيحتاج وقت طويل لحتى إي... كتير كثير انه ابس وقت كثير طويل واقعد استنى يوم ويومين وكذا الحياه كانت زمان صعبه لانه نوع السميد اللي كان موجود عندنا خشن صح بعدين اجت تطورت الدنيا صار عندنا سميد الوسط صار عندنا السميد الناعم بعدين اجى الموضوع تطور اكثر صار عندنا سميد الفرخه اللي هو الشبه او شبيه للطحين مم. ناعم كثير كثير مليون بالمئه فلما انا يكون عندي سميد خشن دايما بضل اقول لكم بيحتاج بس اكثر بحتاج سمنه وزبده اكثر اليوم راح استخدم بهاي الوصفه سميد فرخه اربع كوبايات بس سميد فرخه أوكي. اللي هيعملها بسميد خشن راح تطلع معه ناشفه سميد فرخة موجود عند أبو خلدون كباتير وبتقدر تروح على واحدة من محلاتهم يا جماعة بتلاقوه أو من عند أي حد أنت قريب عليكي حلو أو من السوبر ماركت المهم لازم تستخدم سميد مكتوب عليه فرخة اللي هو أنعم أنواع السميد أنعم من السميد الناعم بحط عليه كباية طحين لأنه أنا بدي أخليه ناعم حلو تمام بدي أحركهم مع بعض عشان تعرفوا ليه رح يطلع معي ناعم وطري زي اللي إحنا محضرته بالمعمول العادي حلو رح أخذ أنا هاي سمنة <applause> كاملة سمنة أوكي بس اذا خلطتها سمنه وزبده بيطلع قطره. مم. فهاي السمنه اللي بنكهه الزبده انتم دائما بحط لكم على إنستغرام انا ايش نوع السمنه اللي بستخدمها اللي بنكهه الزبده، سعرها قليل وبتعطيني نتيجه ممتازه وقوام رائع، ولكن اذا خلطت نص سمنه ونص زبده يعني الكوبايه ونص اللي رح احطهم يكون نصهم سمنه ونص ونصهم زبده انا اخذت نتيجه ممتازه. حلو. بس اهم شيء هلا انتم شايفينه انه السمنه مالها مش دايبه. مش دايبه كثير صح؟ دابت خربت القوام والله هيك لازم تكون هذا القوام هذا القوام اللي هي بدرجة حرارة المطبخ مم. وصفة أفلح. سريعة جدا رح نحجنها على الهواء ونخلصها على الهواء رائعة رح هلا أبلش أبسهم شوفوا كيف عادي زي يا. الطريقه العاديه اللي احنا متعودين عليها مليون بالمئه على ما تقرا انت شوي بكون بس سيتهم. حلو تمام غيدا عم تحكي يعطيكي الف عافيه يا شيف متابعتنا من غزه تحيه كثير كبيره لك ولكل اهل غزه يا غيداء كمان وفاء عم تحكي سعد مساءكم جميعا وليد العباسي مساءكم ورد وفل وياسمين واحلى تحيه من البحرين شوفي يعني مش بس احنا مش بس الاردن اللي عم بيحضرونا عنا البحرين وعندنا غزه هلا كمان رح نشوف مين كمان عم بيحضرونا والله امبارح لي صبيه من سويسرا اوه ما احلى كثير بنبسط يعني طبعا. انه السعودية كثير لي عراق مثلا كثير بيبعتوا من كثير دول بس امبارح مثلا وصلني مسج من سويسرا كيفت كي اه صراحة. طبعا طبعا بنوجه تحيه كل اللي بيحضرونا من داخل الاردن وخارج الاردن كمان اكيد في عم بيحكي لنا وليد العباسي انا اذا تعبت نفسيتي يعني عليكم بالصلاه وذكر الله افضل حل 100% دائما وأبداً واذا صحيح. كان جسده تعبان شويه تمارين وبتكون اموره طيبه واحلى تحيه لكم واحلى تحيه لك يا وليد العباسي ان شاء الله دائما بتكون صحتكم ونفسيتكم منيحه تمام آه، كمان فواز العاملين عم بحكي شكرا لكم على كل هالوصفات اللي بتجنن كلكم ذوق رولا عم تحكي لك يعطيكي الف عافيه شيف كمان مبدعه دائما عم بتقول لك الله يعافيك حبايبي والله بيحاول الواحد يضله يدرس ويضله عن جد يحاول يتعلم يعمل اشياء جديده وافكار جديده طيب صح. هلا انا عندي السميد بسيته خلص اموره م. رائعه بس انتبهتوا اني انا حطيت الزبده والسمنه بدرجه حراره المطبخ مش دايبه صح. هذا كمان اختلاف عن المعمول اللي احنا بنعمله هيك بضمن يضلوا ناعم طلعوا لي كيف مم. هذا بالضبط اللي بدي اياه اوكي شوف شايفين كيف لما اضغط عليها يرجع يتفرفت إيه لما سوري اعمل هيك بيرجع يتفرفد بس اضغط عليها بيرجع بيمسك بيرجع بيمسك اوكي حلو هيك معناته الممت... انتم امشوا بالذات هاي الوصفه على عيار لانه انا قلت سميد فرخه هلا لما اعمل معمول العادي اللي هو معمول السميد العادي بكون اقول لهم انه اذا استخدموا نوع السميد بيختلف نوع الدهن اوكي تمام لانه الخشن مثلا بيحتاج دهن اكثر اكثر صح اه كل ما كان انا عشان اريح كل حد رح يسالني بزبط بسميد خشن لا بزبط بسميد ناعم لا بسميد فرخه عشان يكون طريق انا بدي اياكم أوكي. تاكلوا معمول طريق وبشحيب اوكي انت حطيتي سكر بالعجينه لا لسه ما حطيتش شيء هلا رح احط رح بس تحطي بس لانه في سؤال انه بنقدر نستغني عن السكر بالعجينه المعمول معمول وتعتمدي على حلاوه التمر أوكي. طبعا اكيد طيب هلا انا هيك رائعه شوفوا لي قوامها وحتى نشوفه ناعم زي اللي طحين صار صح. صح. رائع جدا تمام حلو. شو بدي اعمل مم. بالبيت بالعادي انا مثلا امبارح شو عملت ريحتها بالضبط عشر دقائق تمام اوكي خلال هدول عشر دقائق شو عملت عملت حشوه التمر وحشوه الفستق حلو تمام بس عشر دقائق بس ولا إشي تاني ورح نعملها على طول ثاني يوم بعد 10 دقائق باخذ نص كوبايه من السكر اللي زي ما قلنا بتقدروا تستغنوا عنها لانه احنا اليوم حاطين من حلاوه التمر اوكي رح ناخد رشة من المحلب ورشة من المستكه، ليه رشة؟ لأنه المستكه والمحلب الكمية اللي احنا مستخدمينها بسميدة قليلة. اوكي طبعاً أنتم بتقدروا دق... هلا هاي الكمية بالضبط عملت لي اه... كي... صحيح يعني كيلو ولا كيلو هد... ونص كيلو ونص، يعني بدي بدي أ... آخذ قد إيه وزن، كيلو ونص عملت لي من المعمول تمام؟ حلو فأنتِ بدك تعملي كمية أكثر دابل الكمية بتدبليها، اوكي شوفوا ما أحلاه هش بجنن يعني الصراحه كتير انبسط بالنتيجه بس طلعت معي امبارح لا صراحه انجاز كبير يعني انك اخترعتي طريقه معمول بوقت هالقد قصير كل صاير مشاكلنا الوقت الوقت صح كلنا صاير ما عندنا وقت انه نقعد نستنى واكثر من خلص بقول انا اليوم فاضيه مثلا افضي حالي للمعمول اليوم بدي اعمله واخلصه مش ابلش فيه من قبل بوقت واتركيه فتره وهيك هذا الوقت كله شوي صاير صعب علينا كلنا هلا احنا بالعاده من بس؟ مم. بعدين بنتركه المعمول التقليدي تبعنا العادي بعدين بنتركه بنتركه ليله انا مثلا من الناس بحب اتركه يومين ثلاثه عادي ما بتفرق في معي مم. بس الناس الاغلب تتركه ليله هاد لا هذا عشر دقائق ونبلش فيه بسينا اربع كوبايات من السميد الفرخه الناعم جدا كوبايه من الطحين بسيتهم كوبايه ونص من نصها سمنه ونصها زبده أوكي. وبسيتهم مع بعض كانوا درجه حراره الغرفه بعد هيك ضفت نص كوبايه من السكر رشه محلب ورشه مستكه انا عندي اليوم مستكه سائله بدي احط نقطه لانه طعمها جدا قوي مم. واذا طلع طعمها بالمعمول بصير مر واذا صار مر. مر ما بتعدل مع الاسف يعني وراح اخذ معلقه من بهارات الكعك زي كنا بنعمل المعمول العادي اللي إحنا متعودين عليه طبعا بهاراتي كلها اليوم جايبتها من ابو خلدون كباتيل وعندي هون ثلاث معالق كبار من ماء الزهر ماء الزهر طيب امل عم تحكي لك امل نفاع منوريا شكرا لك يا امل عم تحكي قد ايه يعني رشه؟ يعني ربع معلقه صغيره يعني آه. اه من ايش من المستيكا والمحلب؟ المستيكا اللي هي ربع معلقه المحلب نص معلقه صغيره معلقه صغيره تمام بس مستيكا ردوا علي المستيكا بتكتري نتوفه صحيح ريحتها حلوه وطعمها لذيذ مم. مرار 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 بيعلق بالحلق صح صح فلا المستيكا بالذات ما تحطوها. ما بنقدر نكتر طيب وكمان سؤال عشان ما يضيعوا الأسئلة لأنه ما شاء الله آه، في طبعًا. كتير تعليقات طبعًا. من فواز العمارين عم بيحكي كيف ما بدي وأنا بشتغل بالمعمول ما ينشف. ما رح ينشاف. لا هاي الوصفه اكيد ما رح ينشف الخبز كمان لا لا ما راح ينشف هلا الخبز له دور كثير كبير سواء كان المعمول التقليدي او المعمول العادي او معمول الطحين م. الفرن اذا ما كان هلا انا مثلا بحب الفرن العربي اوكي بالمعمول معجنات بصراحه م. عندي بالبيت بس مثلا انا كمان حتى افران سيلفر لاين اليوم اللي عندي رائعين حراره 250 من 200 ل 250 أوكي. مش اقل أوكي. كل ما كانت حراره الفرن هاديه كل ما المعمول نشف حلو هاي ما راح تنشف انا هاي مثلا عملتهم اول امبارح الصراحة. واليوم الحلقه ومكشوفين هيك من ساعتين ولا بالهواء يعني مو عادي كانهم هلا طالعين من الفرن وانا مصوريته الفيديو رح انزله كمان اصلا هلا بعد الحلقه فالطريقه اعتمدوها زي ما هي بس اهم شيء زي ما قلت لكم السمنه والزبده تكون بدرجه حراره المطبخ مش سايحه أوكي. ولا جامده ومشوا في الوصفه، حطيت البهارات كلياتها اللي هي عباره عن رشه مستيكه رشه محلب ونص كبايه من سكر البودره وبعدين حطينا كمان معلقه صغيره من بهارات الكعك هاد بيطلع طعمه كثير معتدل اوكي في ناس بتحبه يكون لونه غامق شوي وطعمه كثير فيه بهارات بتقدر تزيدي بهارات بتاعك. بس نصيحه انه امشوا على عيار هلا بالفاصل او بلاش خلينا نعجنها انا وياهم عشان اورجيهم شو لازم تكون العجينه اوكي اذا احنا رح نوقف شغل هلا ونطلع فاصل يلا. اه مليون بالميه رح نوقف شغل بالمعمول اللي بربع ساعه ورح نطلع فاصل صغير نرجع نكمل حلقتنا مهمه كثير خليكم معنا اهلا وسهلا فيكم عن جديد لسه مكملين معاكم ومستمرين بحلقتنا، حلقتنا اليوم مهمة جدا جدا واللي انضموا لنا هلا لازم تعرفوا انه عم نعمل معمول بس بربع ساعة ما بياخذ معنا وقت ابدا، فكل اللي ما حضرونا من بداية الحلقة لازم تفوتوا على صفحتنا على الفيسبوك عمان تي في كيتشن وعمان تي في اوفيشال لتشوفوا الوصفة من البداية، وإذا عندكم أسئلة واستفسارات اكتبوا لنا بالتعليقات لحتى نجاوب عليكم ونرد عليكم أول بأول. شو هاي حلقتنا اليوم؟ حلقتنا اليوم حلوة, حلوة بتجنن حلو اليوم حلقتنا كله كتير. حلو بحلو اليوم والله يا مصطفى حلو كثير على حلو كثير <applause> لا بقتلك اه حبيتها صراحة كثير أه الحلقة الجاي انا هيك بحب اعطي لكل آه أوكي. <applause> لكل شيء وقته لحاله انا كان لازم أرد على مصطفى اعمل لك بس بلوزة زي ما ف... <applause> آه اوكي <applause> لا حبايبي والله عن جد انا ما صح لي وقت اليوم عن جد بدي اشكركم كلكم واحد واحد على كل شيء عملتوه بعيد ميلادي كنت عن جد كثير سعيدة بس يعني بوجودكم لحاله بحياتي وباحتفالاتكم معي هاي كانت لحالها على جنب طبعا غير الهدايا الحلوه حبيبتي انت بتستاهلي حبيبتي طيب هلا احنا اليوم معمولنا مم. معمول مبتكر بالسميد بربع ساعه بس ما راح تحتاجي تبسيه لوقت طويل ولا راح تغلبي حالك فيه بس بدي ارجع اذكركم انه السميد اللي بدنا نستخدمه لازم يكون فرخه لازم أوكي. عشان انا ما يعني بدي اعطيكم كل شيء لينجح معكم تماما والسمنه والزبده بس نخلطهم بدهم يكونوا كوبايه ونص بدرجه حراره المطبخ مش سايحه أوكي. هلا هاد تركنا 10 دقائق بتتذكري صح. انا ما عجنته فيه ولا شيء بس شوفوا كيف صار قوامه شوفوا ما احلى كتير مفرفد وناعم وطري وبجنن حلو تمام هلا بدنا نعجنه اموره رائعه بس تنضموا هلا ارجع لكم شو حطيت مقادير اربع كبايات من السميد الفرخه كوبايه من الطحين كوبايه ونص من الدهن اللي هي نصها سمنه ونصها زبده بتقدروا تستخدموا زبده لحال سمنه لحال بس لازم تكون درجه حراره المطبخ بعدين حطيت عليهم تركتهم 10 دقائق ضفت عليهم نص كوبايه من السكر البودره معلقه صغيره من بهارات الكعك ورشه مستيكا ورشه محلب وبعدين بدنا نعجنهم هلا طريقه عجن المعمول عشان ما يطلع معك زي العجينه او مثل الخبز بتقلبيه تقليب ما بنعجن عجن انا اخذت الخميره عندي الحليب والحليب بدرجه حراره المطبخ مش دافئ لانه كثير ناس بتفكر انه هذا عجين هذا مش عجين ديروا بالكم حطيت رشه خميره اللي هي ربع معلقه صغيره أوكي. يعني طرف المعلقه عشان اذا خمر كثير بصير زي الخبز بصير زي الخبز صح تقريبا رح ياخذ معاكم كوبايه ونص بس الكوبايه ونص بدي اياكم تحطوها بالتدريج المعمول بالذات ما بنحط الحليب مره واحده انا ما عندي حليب سائل ما في مشكله باخذ الحليب الباودر وبحله بمي وبعمله أوكي. هلا من تحت لفوق لفوق زي كانه بنقلبها باصابعي هاي الله يرحمها والدتي كان دائما الله يرحمها الله يرحمها الله تعلمني يحمها. اياها تقول لي ماما المعمول بالذات ما بصير ما بصير تمام آه. من تحت لفوق وزي ما انتم شايفين انا ما حطيت الحليب مره واحده اذا آه. حطيتيه مره واحده عجنت صح فتدريجي المعمول ضروري تدريجي م. يعني هاي من الشغلات الحساسه اللي كثير مهم انه ننتبه لها بمعمول السميد مليون بالمية ولا تنسوا كمان حطينا ماء زهر تقريبا ثلاث معالق اذا بتحبي م. طعمه يكون كتير اقوى ما في مشكله ضيفي كميه أكثر. حلو حلو تمام اتفقنا؟ تمام اتفقنا قولي لنا اذا عندهم اسئله عبل ما بس هيك نريح شوي العجين وتاكد انه امورها مليون بالمية صح اكيد مية بالمية اول شيء سنة عم تحكي بدنا الطريقة هلا الطريقة هينا نحن عم نعملها هلا واذا انت بدك الوصفة كمان تقدري تعيدي الحلقة من البداية لتشوفي المقادير شو موجود فيها كمان سعد عم بيحكي سعد اوقاتكم الف تحية من الكويت ويا ريت لو في طريقة توصيل للكويت من اعمال الشيف امتياز يا ريت يا ريت لازم اشتغل على الموضوع <applause> انا على فكرة الوصفة رح ارجع انزلها كمان على انستغرام هلا لانه امبارح صورتها قبل امبارح انا عملتها أوكي حلو. متأكدت انه النتيجه رائعه وممتازه مم. لانه بالنهايه ناس تدعي عليكي صح والله ما بنسوا كل شيء خير بتذكروا انه ما أل... زبط معاهم الله يسامحك على السميدات اللي كبيتهم تصيرتوا لا ما بحكوش الله يسامحك بحكوا الله لا يسامحك <applause> هاي المشكله <applause> الله يسامحك بسيطه بس هو المشكله انه بكون هم مش ملتزمين باللي انت حكيتيه مليون... وفوق هذا بقلب الحق عليك يعني بحب بعثت لي وحده انا عملت معموله اللي على طريقه والدتك يا الله شو صرت احبهم انه انه خلص سموه معمول والدتي صح تمام بس طلع شوي معجن فشو رايك عملت بقولها طعم كيف قالت لي ممتاز زي هذا قالت لي ناعم قلت لها طيب قالت لي اللي معجن ترى عجنتي صح مش بتذكره لا تذكري بتكوني عجنتي بكل اكيد بتكون عجنته يعني في حدا اخر طيب شايفين كيف انا عم بحط الحليب يا جماعه بالتدريج لاحس العجينه صارت ملسه وناعمه ما فيها تشققات وهذا تخيلوا انه انا حدا كثير بعمل معمول مع هيك بخاف وبحطه بالتدريج عشان اضمن انه اخذ مني الحليب الصح والكميه الصح ولا بعجن طلع عم برفعه من فوق لتحت وبعمل باصابعي هيك نفس الشيء من فوق لتحت من تحت لفوق وبرفعه او باصابعي بهاي الطريقه بصير عندي المعمول عجينته رائعه وممتازه خلص هي اموره رائعه جدا اموره فيها. هيك تمام طيب عم بيسالوكي كيف درجه حراره الحليب انت قلتي لنا بدرجه حراره الغرفه مضبوط المطبخ المطبخ. مش دافي هي مش عجينه ما بدي اياه يخمر زياده أوكي. خمر زياده بيروح الشكل وبيقلب على خبز صح فالخميره لهاي الكميه بتعرفي انا مسكتها هي شفتيني انا شو آه. عملت آه. بالضبط بيأص... هيك عملت وحطيتها لأنه الخميرة اللي كثير اللي بتخليه قلت لكم لحين فشو يخمر وبصير زي عجينة عادية زي العجينة العادية <applause> فبتاخدوا طرف المعلقة وبتحطوها مع الحليب وبتصيروا تعجنوا بالحليب بالتدريج حلو. ضروري كلمة بالتدريج هلا شوفوا العجينة عجنتها كتير ممتازة أوكي. هذا كله عملته قدامكم شوفوا لي العجينة هيا لا فيها شقوق لا فيها سميد خشن مبين فاهمة علي صح. وممتازة رائعة طلعوا لما بدي اشكلها تتشكل معي بسهوله كثير كبيره وبدون أيوه شقوق وبدون ولا شيء ما احلاها انا مجرد. عن جد وعدكم بس اعمل وصفه انه تكون مضبوطه مليون بالميه وانه مستحيل اعمل شيء الناس يخرب معها طبعا ما طبعا إيه ما بحب ما يخرب ببيتي ما بحب يخرب ببيت اي حدا طبعا بالنهايه الواحد الناس بيصيروا يجربوا معك مره مرتين شافوا ما عم يزبط مليون بالمية. مليون, مليون بالمية طيب هلا بدي اقول لكم شغله كثير مهمه هلا انا استخدمت كوبايه ونص من الحليب حطيتهم بالتدريج بالبدايه رح ياخذ معكم كوبايه لكوبايه وربع اوكي بتركوا يرتاح خمس دقائق ضروري هدول الخمس دقائق مهمين بس عشان العجينه ترتاح اشكلها بسهوله ولما اجي اعملها بالمنقاش بتنعمل معي برضه بسهوله أوكي. فاحنا 10 دقائق بس هنا والخمس دقائق بدنا نتركها ترتاح بعد ما حطينا الحليب أوكي. تمام هل... لما اجي اعمله السميد بشرب الحليب بسموها م... تمسك شوي من الحليب بتصير ترشي بإيدك بترجعي تقلبيه مره ثانيه اوكي تمام, تمام. هلا خلص انا هيك وصفتي صارت ممتازه مليون بالميه بس بدي كمان خمس دقائق عشان يعجن معاكم طريقه حلوه أوكي. كيف اعرف انه ماخذ مقدار الحليب الصح لما اجي اشكلها ما بلاقيش شقوق اوكي هيك بكون تمام هيك بكون مش كثير ولا قليل صح واذا لقيتوا فيه حليب زياده ايش بقدر احل المشكله بتتركيه تقريبا عشر دقائق ربع ساعه هو بيرجع بيشرب فعلى الجهتين لا تقلق حلو حلو تمام هلا التمر حشوه التمر انا بحب استخدم التمر الاشقر وعلى طول بعد الحلقه رح احط لكم من وين تجيبوه هذا التمر شوفي لونه مم. اه هلا حاضر عصيرة الافتتاح يا مروه <applause> هلا بعد على طول عندي اليوم افتتاح كبير وبجنن وفيه هدايا وجوائز بالمدينه الرياضيه على الساعه 5 بجانب اسواق المدينه الرياضيه بدي الاقيكم كثير كثار لانه رح نعمل كثير افكار وبرضه رح نحكي عن المعمول ورح نعمل تفاصيل كثير حلوه انا وياكم حلو فلاقوني هناك رح يكون معي طبعا هدايا للعيد وجيبوا اولادكم اه كمان الاولاد يقول... اه كمان الاولاد رح يرسموا على وجوههم تفاصيل حلوه فتعالوا هلا هذا التمر هلا بحط لكم كمان رائع جدا شايفه كيف بيجي لونه اشقر، هذا مش محطوط عليه ولا شيء، هذا انا طلعته من الكيس من الكيس عشان أنا اعمله أوكي. بس شوفي قد طري هذا اللي ما بنشف بالمعمول اوكي اوكي هلا نوع المعمول او التمر الاسود الفكرة فيه بطعمه شوي حد صح وبنشف اسرع فاستخدموا دائما التمر الاشقر تمام؟ تمام شو بحط عليه معلقه من القرفة معلقه من الهيل كلهم من ابو خلدون كباتيلو يا جماعه برضه عندهم تمر اشقر بجنن ابو خلدون كباتيلو وعندي كمان اللي هو جست الطيب اوكي بحطهم مع ثلاث معالق من الزبده وبفضل الزبده عشان تعطيها نعم طعم طيب وبعجنهم وبشكلهم برضه كرات اوكي حلو هيك عشان اسهل على حالي لما بدي احشي العجينه مليون بالميه بتكون انت مجهزيتهم هلا شو بعمل انا يا الله بدنا نطلع فاصل طب الوصفات الثانيه ما لحقتش اعمل فيهم ولا اشي بدي اخذ هي كم... يا اهم وحده <applause> خلينا ناخذ وقتنا وعملت لهم معمول طحين بجنن كمان كمان بس احنا كنا مبسوطين على شايفين وعملتهم <applause> على شكل كرات هيك عشان اختصر على حالي وقت اوكي حلو تمام تمام بشكل شوفوا ما احلى العجينه طلعوا طلعوا لاش ولا اشي طلعوا مع بعض عن جد بتجنن في من الاسئله انه ليش شو سبب العجينه فيها شقوق اللي بدها حليب بدها حليب اكثر يعني مثلا انا هلا وانا عم بعمل فيها ممكن الاقيها شوي ناشفه انا بالعاده باصابعي بيأخ... بالبيت بأخذ آه. اوكي لقيناها شوي مرقه او ما عم تتشكل معي كرات بتركها شوي بتنشف اوكي اعملوا كل شيء كرات بعدين احشوهم مره واحده بعدين شكلوهم مره واحده هيك الحياه مع المعمول تمام مية 100% طيب اذا هيك احنا هلا صار وقت كمان فاصل يعني للاسف مع ان احنا كثير مستمتعين بموضوع مم المعمول وعندنا كثير اسئله وكثير في اسئله كمان رح نحكيها خلال الحلقه بس رح نطلع فاصل صغير ونرجع نكمل اوكي؟ أهلاً وسهلا فيكم ومرحبتين فيكم وكل اللي بيحضرونا وبيتابعونا وكل اللي انضموا هلا كمان حلقه اليوم مهمه جدا لانه اليوم عملنا معمول بس بربع ساعه ما بياخذ وقت ابدا ما بيحتاج لوقت كتير انك تتركيه قبل ما تبلشي تشكليه وتعمليه وتحطيه بالفرن فلازم تتابعونا واللي ما شاف الحلقه من البدايه يفوتوا على صفحتنا على الفيسبوك عمان تي في كيتشن وعمان تي في لتشوفوا الحلقه من اولها وتمشوا مع الشيف خطوه بخطوه لحتى يطلع معاكم بهالنتيجه الرائعه اللي احنا جربناها وكمان اذا عندكم اسئله استفسارات احنا عم نجاوب عليكم ونرد عليكم اول باول <applause> شو هلا يا شيف بدك تعملي هلا خلص خلصنا الوصفه اللي عم يحضرونا اللي عندهم سؤال يحكوا لي اي سؤال بدهم اياه ويجاوبوه بتشوفوا قد الموضوع س... سريع الكميه رح تعمل تقريبا كيلو ونص 2 كيلو حسب قد بدكم حجمها وقد يعني انا مثلا بعملهم وسطي كبقى. انا بحب صغير اه انا بحب ياكل بالعيد جميل؟ عندك يعني ياكل لقمه صح معلش من الناس تزاوروا كثير فبياكلوا معمول عند الكل عشان يجاملوا 100% بالمية. لازم تكون حجمها صغير هاي الوصفه كثير رح تحبوها نتيجتها كثير سهله وبسيطه ورح تزبط معكم مليون بالميه ولكن ارجع احكي عشان كل حد رح يعملها على طريقتي انه اعملوا الاشياء بالتدريج وخصوصا مرحله العجن رح تاخذ okay. معكم كوبايه ونص ولكن اعملهم بالتدريج انا على عملت هدول بالفاصل دينا هلا ما ساعدتني <applause> حلو كثير <applause> <applause> حلو كثير حلو كثير انك ما ساعدتيني كنا عم نحكي هذيك <applause> المره موضوع حلو كثير بحكوا انت بتستعمليها بالاشياء الايجابيه والسلبيه <applause> يعني اذا في شيء حلو اه حلو كثير اذا شيء زعلانه منه حلو كثير <applause> <applause> حلو كثير على حلو كثير طيب هلا عنا احنا قوالب الخشب هذا القالب عمره 30 سنه ما شاء الله لما توفت والدتي كل شيء كانت تحبه بالمطبخ احتفظت اخذتيه واحتفظت فيه, فيه. آه. فهدول القوالب بحبهم بحب استخدمهم بتقدروا تستخدموهم بتقدروا تستخدموا بتقدر تستخدم المنقاش ولكن انا شوي مياله للمنقاش بعطي آه، هيك منظر حلو وشغل فيه حلو بفرفط روحي بيزهق حياتك اه حلو مو غلط الواحد يزهق ويغلب حاله اكثر العجينه كثير ما شاء الله ما شاء الله بتجنن هي عملتها كلياتها قدامكم الهواء باخذ بهاي، هاي لانه بتساعدني هنا في ناس باصبعها اوكي بس هاي عشان تعطيني نفس الحجم اللي بدي اياه، شايفين؟ هاي موجودة بأي محل أدوات منزلية والمنقاش والله أخوي محمد كان بجزائر جاب لي هذا المنقاش حلو غريب بس حتى هذه اللحظة حبيبي شكرا كثير مش عارفة استخدمه <applause> لأنه أنا مش متعودة أمسك المنقاش هيك يعني عارفتيك. شكرا لك على اتليست كان عنده هيك نيه انه يجيب لك هديه بتفيدك ربع دينار ما عمل <applause> هذا بدينار ما علينا بعدين تاخدوا طلعوا العجينه تخيلوا انه هذا اللي انا وياكم حضرناه هلا شوفوا ما احلى شوفوا ما احلى العجينه على الفرن بعد ما تشكلوهم هتسالوني من خمره قبل لا لانه المعمول وانت عم بتحضريه بالعاده بياخذ وقت فعشان هيك هو ما بحتاج يتخمر ابدا اوكي okay. اوريدي okay, لانه بياخذ وقته لو انتوا عشرة بالبيت هدول رح ياخذوا خمس دقائق بتتركوه يرتاح uh -huh. بس اذا انتوا كنتوا شخص زيي او شخصين خلص ما انتي عم الصينيه بيكون ماله العجين يرتاح مرة تانية أنا ورجيتكم هذا الشكل بس أورجيكم إياه مرة تانية عشان أورجيكم نفوتوا على المعمول الطحين ما بدي يروح معمول الطحين فكرته كمان كتير حلو اللي محضرت لكم إياها اليوم أوكي. شايفين كيف بس بشكل مايل بال هاي الطريقة الأولى صح. الطريقة الثانية اللي بحب أعملها كمان <تصفح> احفظي اه هي لأنه هاي الصينية رح تيجي لعندك هلا <تصفح> شكلها اوكي علي يلا بدنا نعمل شكل وردة نشوف هذا المعمول مبسوس فقط 10 دقائق طلعوا بس من غير ما اعمل الفتحه اللي بالنص ببلش اعملهم من على الجوانب بعدين ببلش اطلع لفوق اوكي اوكي اه عشان تطلع ورده ما احلاها عشان تطلع معي بالورده بهذا الشكل يا سلام هلا اذا بدنا نعمل حشوه الفستق الحلبي اللي انا بعملها فقط آه. عبارة. هذا هي واحد من الاسئله امل عم تسالي كيف بدي اعمل الفستق الحلبي طيب خليني احكي لكم بس عشان اورجيكم كيف بشكل الفستق الحلبي هي نفسها اوكي بشكل طولي بعدين اخذتها بشكل جنابي بدي أعملها زي ورقة الشجر مم. يعني بزبط هيك أعملها بدون ورقة الشجر وبزبط أعمل الخط اللي بالنص بعدين أكمل عليه أوكي. كله بزبط تمام؟ مم. حلو فكرة إذا بتعملي مثلاً تيم الورد وورق الشجر هاي ورقة الشجر بطلع حلو هيك أنت عاملة تمام؟ إذا كان بدي أعملها بحشوة الجوز هلأ بحكي لكم عن حشوة الفستق والجوز وإحنا بنعمل الطحين بس بخليها أوكي. تكون هيك يعني ما حجم لفوق أكتر أوكي بعدين ببلش من تحت برضه لفوق عشان اضمن انه هيك شكل الجوز اكون مميز اه يكونوا مميزين عن بعض وهي عاده دائما الجوز بتكون زي ما انت قلتي اعلى اعلى عالي لفوق آه. شايفين بهذا الشكل باكثر من طريقه هلا بدي اورجيهم اكثر من طريقه الصراحه انا كثير بحب اتفنن هيو شايفينها حلو اذا بدي اعمل كمان واحد ثاني فيه فتحه بالنص الناس اللي بتحب خلينا ناخد مروه وانا عم بشكل هاي مقادير معمول للطحين طلعي بس تعمليه بشكل مستقيم اه اوكي زي خطوط جنب بعض مليون بالميه هذا اللي بنباع بالمحلات هيك طيب. صح خلينا انا انا عم بعمل فيها ناخذ مقادير معمول الطحين. يلا إيه. لا معمول طحين السريع رح نحتاج كيلو طحين كوبين سمنه بدرجه حراره المطبخ كوب سكر بودره كوبين حليب بارد معلقه كبيره بهارات معمول معلقه صغيره محلب معلقه صغيره مستكه ورشه خميره اما لحشوه التمر فرح نحتاج كيلو عجوه معلقه كبيره قرفه معلقه كبيره هيل مطحون رشه جوز الطيب ثلاث معالق كبيره زبده وجميع البهارات الكعك من ابو خلدون كبتيلو ومع هالخواريف الحلوين اللي رح نجعلهم بعد شوي صار وقت نعمل كعك لطحين كمان برضه هذا الكعك لطحين بطريقه سريعه برضه يوم بالمية الموجود بالمخابز ولكن بطريقه بيتيه وكثير سهله وكتير بسيطه بدو رح تدعوا لي عليها لانها ما رح تاخذ معكم وقت برضه اكثر من ساعه حلو هلا هديك ربع ساعه هاي نص ساعه ممكن نحتاج لتحضيرها <applause> اول شيء عندي كيلو من الطحين تمام <applause> 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 انا ممكن استخدم نصه لاني محضره كميه وجايبه معي كميه اوكي <applause> فكيلو الطحين بياخد كبيتين من السمنة اخلطوا السمنة مع الزبدة دايما الزبدة بتعطينا نتيجة طراوة فظيعة بتضايل لوقت أطول السمنة اللي بنكهة الزبدة بتغنيكم عن هذا الحكي إذا كانت متوفرة عندكم موجودة بكل مكان وسعرها ممتاز أوكي. بهاي الوصفة يا دينا لانه احنا عم نعمل وصفات من المعمول والكعك ما رح نريحها ما رح نبسها ما رح نتركها فتره كثير طويله فعشان هيك لازم تكون زبدتي او سمنتي بدرجه حراره المطبخ أوكي. مش دايبه تمام تمام عشان تتغلغل منيح جوا الطحين بدي اخذ هلا بالبيت انا الصراحه صورت الفيديو برجيكم اياه برضه رح احط لكم اياه ان شاء الله إيه بايدي انا بحب كثير البس بايدي اه صح طبعا بس اللي عنده عجانه مه. والله الحياه بتقول لك سهل على حالك ليش بتسهل على حالك ايوه من يوم بالمية ذكروني ما البس اسود <applause> لما ما تعمل شيء فيه طحين باليوم 100% طيب اذا عندهم اسئله عن معمول الربع ساعه يحكوا لي عشان اوكي في سؤال عليهم. من بدير عم بيحكي ممكن نعمل بالزبده بدون سمنه طيب إيه المعمول بالذات اللي فيه سميد بفضل تخلطوا التنين تعرفوا ليه عشان ما يسيح معاكي بالفرن اه اوكي معمول الطحين بلا بزبط بس السميد لا حتى معمول السميد الاصلي هوني بيستخدموا فيه اللي بتشتروه من عند المحلات من اغلى نوع فيهم أوكي. بالعاده بحطوا فيه السمن الحيواني اوكي او الزبده الحيوانيه بتزبط اما انه تحطوا لحالها سمنه رح يسي... زبده عفوا رح يسيح معكم بالفرن <applause> اللي فيه سميد اي نوع اي نوع فيه سميد بده يكون ماله احلى العجينه بده يكون بسمنه وزبده مع بعض وزبده مع بعض انا بعرف انه بياخذوا هاي الفكره عشان بقول لك طعمه بيطلع زبده واطيب بس عشان هيك قلت لكم استخدموا السمنه هلا بحط لكم اياها آه. على الانستغرام يا جماعه النوع اللي بستخدمه ممتازه حلو هلا شوفوا بهذا النوع من المعمول اللي هو معمول الطحين المشتري من المخابز هذا راح يكون كثير طعمه اطيب لازم ينبس ليصير العجينه ملمومه معي هيك اوكي هذا اللي بدي اياه شوفوا كيف لما نعمل مع كعك الطحين الفلاحي ما بيكون الطحين معي هيك صح. شوفوا كيف طلعوا صار زي عجينة الكوكيز بالضبط هذا اللي بدي إياه عشان تطلع معاي النتيجة رائعة أوكي. تمام إيش عملت كيلو من الطحين حطيت عليه كوباية من السمنة كوبايتين عفوا من السمنة بعدين بنبلش نبلش نعجنه حلو عندي الحليب حطيت لكم بالعيارات تقريبا بياخد معكم كوبايتين مه. بس برضه بدنا ندير بالنا انهم بالتدريج اي نوع معمول بالتدريج أوكي. رح احط محلب هذا عادي بقدر احط مستيكا نص معلقه وبقدر احط محلب معلقه بهارات الكعك معلقه كبيره عندي اوكي ارجوكم انزلوا اوكي هي دليل على درجه الحراره المنخفضه اللي احنا قاعدين فيها فريزر عن <applause> جد فري أنا المعمولات انا حزنانه عليهم <applause> جد وما شاء الله عليهم صامدين وعندي السكر فانا هون حطيت محلب مستيكا اوكي بهارات الكعك تمام مستيكا ما حطيتها للامانه انا عشان بحب طعم المستيكا تمام انا السائلة اللي بستخدم الباودر بتحطوا رشه اللي بيجيبها حبات وبطحنها مع سكر بتحطوا نص معلقه صغيره حلو. اذا كانت سائله بتحطوا نقطتين ثلاثه مش اكثر من هيك تمام, تمام؟ بعد ما بسيناه بالسمنه اللي كانت بدرجه حراره الغرفه هلا عشان اعجنه ما بحط السكر هيك الافضل رغم انه سكر باودر انا مستعملة. اخلطوه مع الحليب اه اوكي تمام راح اخذ رشه من الخميره برضه ما بدي أكتر لانه بياخذ وقت بالتشكيل وراح اخذ سكر عادي انا هون لاني عندي عجانة ما راح تفرق معي أوكي. بس انتم بالبيت حلوه احسن اذا استخدمتوا باودر مش مفروض انه يبين وببلش أحجن العجينه تخيلوا انه اليوم ما راح يكون عندي وقت لكوكيز الخروف بتعرفي اني عم بفكر بالموضوع بلى بدي ابلش الم العجينه بالحليب ولكن شوي شوي ليش استخدمت الحليب؟ عشان الحليب بيعطي طراوه. اوكي وصفاتي اليوم انا مو مريحه فبحتاج ادخل طرية مش عارفه احكي آه. بس احنا فاهمين عليك <applause> 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 مليون بالميه اوكي هدول بدي اشكلهم بالفاصل وراح احكي لكم بعد الفاصل اهم شيء حراره الفرن بدها تكون 200 ل 220 بده يكون قريب من حراره الفرن وما يكون على نار هاديه اوكي حلو اذا فاصل مشاهدينا وراجعين كمل خليكم معنا برحب فيكم على جديد باخر جزء من حلقتنا لليوم، اليوم حلقتنا كانت جدا مهمه لكل اللي حضرونا وتابعونا واللي ما حضرونا من البدايه كمان لازم ترجعوا تشوفوا الحلقه بتلاقوها موجوده على الفيسبوك على صفحتنا على الفيسبوك عمان تي في كيتشن وعمان تي في اوفيشال لحتى تقدروا تعملوا المعمول بربع ساعه وكمان كعك الطحين بوقت كثير قصير فكلنا هيك ما عندنا وقت فرح تستفيدوا كثير من وصفاتنا لليوم وعشان ما نضيع وقت كثير خلينا نرجع نشوف كعك الطحين نعم. سجلي التاريخ حبيبتي نعم سجلي التاريخ سجل التاريخ لاول مره بحياتي من اكثر من سنتين ونص م. الغي وصفه بال. نعمل. صح اضطرينا بس لغيت مروه قد الساعه معي وقت؟ لا ما معنا وقت <applause> لغيتي لا لانه الصراحه ما في وقت اعمل كوكيز الخروف <applause> العيد ورحل. بس لسه معنا وقت للعيد اه طبعا انا هاي حلقة كمان عامل فيها وصفات مبتكره كمان للعيد رح تكون كثير حلوه والثلاثه اما حلو. الخميس رح تكون حلقه يعني بتاريخ تلفزيونات ما صار آه. اوكي حمستينا والله آه، لازم تشوفوا ما بدي احرقها الصراحه لانه خايفه انا انا حكيت بس يا رب يا رب ما يكون حسوا عليكم تلفزيونات اللي يروحوا ندمتي بعد ما حكيتي لا خلينا الخميس نتفاجئ انا الصبح بلاقي غيري عامل الشغله ما بعرف <تصفيق> ليه <تصفيق> طيب هذا المعمول للطحين اكثر من رائع وطعمه لذيذ وهش وطري وبيعطيكم ما بتعرفيش هو سميد ولا طحين صح ايش عملت؟ اخذت اللي هو كيلو من الطحين واستخدموا نوع طحين زهره عشان أعطيكم نتيجه ممتازه، حطيت عليه كوبايتين من السمنة نص سمنه ونص زبده، حرارة المطبخ، ومع مع بعض بسيتهم لصاروا معي زي العجينة. بعد هيك ضفت عليهم محلب مستكاء وحطيت عليهم بهارات الكعك وحطيت كوباية من سكر الباودر، ودائما السكر تقدروا تستغنوا عنه يا جماعة وتحطوا القطر من جو سويت أو النقط من جو سويت، آي بس بدكم تخففوا الكمية عن كوب يعني لأنه أوكي. محلي صناعي فإنه وطبعا هذا للناس اللي عندها سكر، اللي عندها مشاكل الديت مثلا حابة تعمل، تقدروا تستخدموه. تمام، بعدين بعجنوه بالحليب مع رشة خميرة تمام هاي العجنه بعجنهم بالتدريج رح أوكي. ياخد تقريبا كوبايتين انا حتى والله اقل من كوبايتين انا انا الكميه صح اخذت معي اقل من كوبايتين شوفوا لي العجينه هلا عجنتها انا بتجنن صراحه طلعوا ما احلاها هي هي شوفوا وقد ايه سهل لما تحسي حالك عم تتعاملي معها بسهوله بتعرفي قد العجينه رهيبه طلعوا عشان اضمن انه عجينتي صح برضه بالطحين فيش ولا شق فيها ولما اجي ولا آه شكرا يا مروه <applause> مروه خاتم جديد <applause> علي ما انتبه اه غريبه علي ما انتبه كل <applause> كل واحد على اللي بيهمه علي ومروة مستحيلين يعني هي عن <applause> خليني على فكره بالكعك والمعمول اهم من هاي الشغلات اللي بتحكوا <applause> الناس لما يسمعوا ايام شو بيحكوا لي طيب هلا احكي لكم شغله العجينه شوفوا لازم تريحوها ربع ساعه لانه هي فيها طحين بنحتاج انه العجينه عشان تنفرد معي بطريقه كتير حلوه مم. انه اريحها ربع ساعه بس هي وصفه سهله وبسيطه وسريعه وبالنوادر لتلاقي وصفه ريحيها ربع ساعه صح بالعاده بتريحيها ساعه بس قلت لكم لانه الشخص لحاله مم. بياخد وقت طويل وهو بحضر فيها صح. فهي اوريدي العجينه بترتاح وبتخمر بس اي شيء فيه طحين بحتاج تريحيه عشان العجينه تفرد معك 100% تتشكل معك تمام بدي اخذ برضه التمر عملته بنفس الطريقه وبحطها يا في القالب يا بالمنقاش كليهما بزبط بس شوفوا ما احلى العجينه تخيلوا انا مو مريحتها ولا دقيقه ريحوها 10 دقائق ربع ساعه بعدين اشتغلوا فيها باي قالب انتم بدكم اياه نفترض انا بدي اخذ هذا القديم احلى شيء عملته الساعه 3 الصبح فوق الجيران <applause> نزلت ابني قلت له ماما روح خبطي ماما بتعتذر بتدق مامون للحلقه اضطرت هيك كان الصوت طول الليل اوكي يوم الحمد لله اني مش جارتك <applause> آه على فكرة كتير حلو كمان القالب بجنن هذا قالب والدتي الله يرحمه. المهم طلعوا كيف؟ كتير حلو. هي عيني وعينك. <applause> 100% <applause> فبتمنى انكم تعملوا هدول وصفتين، اليوم ما رح اعمل كوكيز الخروف الصراحه لأول مره رح اعملها خلص يوم الاثنين مع وصفات جديده كمان م. من البيوتي رح تكون رائعه جدا، يعني ما رح نشتري ضيافه للعيد من اي مكان ثاني. في شيء ما حكيته اللي هو حشوه التم الفستق الحلبي وحشوه صح. الجوز. سألوا عنها كثير. هدول يا جماعه كل 250 جرام من حشوه الف... من الفستق المطحون انا جايبتهم معي الصراحه خليني م. اعملهم اياهم تمام؟ بيحتاجوا تقريبا ربع كوبايه من القطر بيستخدموا جوز سويد او عسل مم. مع معلقتين سكر مع ماء زهر اوكي تمام بدهم يكونوا زي العجين وتشكليها كرات عشان يطلع منظرها حلو وما تخرب شكل أوكي. المعمول اتفقنا اتفقنا جوز 250 جرام او فستق حلبي 250 جرام معلقتين من ماء الزهر ومعلقتين من السكر وبنعجنهم بالعسل ليصيروا مثل العجين او بالقطر اوكي حلو اتفقنا اتفقنا الجوز بحب القرفه رشة قرفة خفيفة مع الجوز بعطيك نتيجة ممتازة آه ما بده شيء عشان أكون أعطيت هدول الوصفتين حقهم أنا رجعت نزلتهم على انستغرام يا جماعة ورجع أنزلكم إياها اليوم كمان على الفيسبوك عشان وشرحتهم بالتفصيل ممل حلو بفيديو قصير بس ضروري جدا شغلتين مهمين الفرن ما تكون الحراره واطيه واستخدم اللي عنده زي افراني مثلا سيلفر لاين رح تطلع معه نتيجه رائعه مم. وضروري جدا الزبده والسمنه يكونوا بحراره المطبخ حلو هذا مش عميش. دايبين هيك بكونش خبيت عليكم ولا معلومه مم. ورح يزبطوا معكم على الاكيد تمام هلا هاي ما ريحتها بس بدكم تريحوها ربع ساعه هلا بدي بعمل لكم اياها بالمنقاش بس شوفوا لي العجينه ما احلاها ما شاء الله عجنتها بالحليب وبالحليب بالتدريج هي حلو تمام هي نعمل هاي مثلا بهذا القالب انا بحب آه. قصص المعمول انا كثير بحب اصلا ما بتحسي بجو العيد الا لما تعملي هاي القصص بالبيت أيوه. يا سلام هاي عجينه طحين اه وشغله مهمة ثانية الحليب في هاي الوصفة بده يكون بحرارة المطبخ اه كمان ما يكون لا بارد ولا آه سخن اه مليون بالمية يكون بحرارة المطبخ لا تسخنوا لا تسخنوا الحليب ابدا آه خلينا تسالنا اخر سؤال بس اعملهم وحدة بالمنقاش يا مروة بس اخر وحدة صح لا لا في سؤال هلا اليوم اه عن جد على الاقل يعني نكون احنا فرجناهم على الاخر امل بطاينة عم بتقول بصير معمول اسميد الفرخة نعمله بالعجانة إيه لا لا صح؟ لا لا مم. لا بحياتكم ما تبسوا السميد بالعجانه خرب راح حلو بعجن هلا بس هاي طلعي ما احلى الطحين بالعجانه احسن احسن بيعطي نتيجه فوريه رائعه بس السميد, السميد رح يتحول زي العجينه العاديه برافو هلا هلا بالمنقاش نفس الشيء طلعوا كيف قد ما العجينه حلوه بتسمح لي اشكلها بالمنقاش او اشكلها بالقوالب حلو اتفقنا؟ اتفقنا حلوين. يا سلام عليكم لا تنسوا اليوم اشوفكم يا جماعه الساعه 5 بالمدينه الرياضيه بجانب اسواق المدينه عامله ايفنت كثير كبير وكثير حلو حلو ان شاء الله هيك موفق اليوم كمان حبيبتي يعني عم بحكي وليد عباسي رسميا تم تاجيل خروف العيد للحلقه الجايه ان شاء آه الله رسميا مع الاسف <applause> رسميا مع لأول الاسف اول مره بحياتي بقلت. لا بس تعرفي شو اعطينا حق المعمول والكعك كثير وهو احنا يعني كمان بهمنا كثير هدول الوصفتين مهمين للعيد وان شاء الله لسه في وصفات كثيره من هون صح. للعيد معنا كم يوم رح يكون وصفات كثيره كلها بتخص العيد فضلكم احضرونا وضلكم تابعونا بتحكي شكرا لك يا شيف يعطيك الف عافيه حلو كتير. كانت الحلقه حلوه كتير والوصفات حلوه كتير. الوصفات حلوه اتمنى اللي بيجرب وصفه السميد اللي عملتها بربع ساعه ما حدا عملها قبلي الحمد لله وصفه انا جربتها وعدلت عليها كثير لطلعت لكم فيها تجربوها وكتير بهمني تبعثوا لي الصور كثير 100% قد ايه بتحبي تشوفي النتيجه بالضبط زي ما انت عملتيها يعطيك الف عافيه شاف ويعطيكم جميعا الف عافيه كل اللي حضرتونا ان شاء الله تكونوا استمتعتوا بالحلقه واستفدتوا اكيد استفدتوا من وصفات اليوم بكره رح جديده من كونوا بالف خير باي والله العظيم